قطار الزمالك السريع يواصل زحف وانطلاقاته وعبور جديد للإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، يوسف أوباما في الدقيقة 17 والدقيقة 80 ومحمد رجب في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، مباراة بها أحداث كثيرة لكن وقتنا قليل جدا. كابتن أيمن وإحنا بنتفرج على أهداف اللقاء، هل استحق الزمالك الفوز من وجهة نظرك؟ طبعا استغل العمق واستغل ثغرات العمق، والهدف ده مكرر نفس الهدف الثاني في حركه الهجوم. جمله حلوه لو تفتكروا يا شباب اتكلمنا حسن فيه ازاي فن الاختراق من العمق المساحات ازاي بيتحرروا فيها ازاي بيلاقوا بعض فيها، اعتقد هدف مكرر من نادي الزمالك في الشوط. الهدف الثاني كمان هدف جميل جدا وبصراحه محمد ابراهيم كان شايفها من الاول، حتى كنت بتكلم معاك الاولانيه شايف اوباما وهو بيتحرك، بس التحرر النهارده بتاع اوباما هو ده سر فوز نادي الزمالك. ازاي عرف كان دايما بيتحرك في ظهر عمر السعيد اللي عمل مباراه ايضا رائعه جدا، بيتحرك ازاي من الخلف اعتقد كانت رائعه. يظل جنش نجم المباراه ومحمد عادل الحكم ويوسف اوباما، وانا بتفق معاك في الطرد، لكن جنش بصراحه هو اللي خلى اللقاء كده وان كان هدف يستحق الانتاج، يعني تتويج جنش انقذ اربع فرص مؤكده يعني لو كان عندنا وقت برافو عليك. كنا هنقدر، انا بحب صيات الاجوان بصراحه يعني. لا انت منطقتك وفي نفس الوقت هو عمل ماتش رائع جنش بصراحه. في البعض بيكره الحراس، انا مش بهزر والله، يبقى في نوع من انواع يبقى مش فاهم كره، ده الجول كيبر لما بيبقى فايق بيبقى نص الفرقه، ان النهارده جنش تدخل في النتيجه وتلتمس له الاعذار يعني. بس هو تدخل في النتيجه ان الزمالك يتفوق، لكن اداء مقبول جدا لنادي الزمالك. الشوط الاول سيطره في منطقه نص الملعب اللي انا اتكلمت عليها، هجمات كلها كانت في العمق وده كانت ميزه نادي الزمالك، ما بيلعبش على الاطراف، حتى كهربا بقى يخش لجوه، ابراهيم حسن لجوه، فعاملين عمق قوي تقيل قوي بيتحركوا من خلاله. غياب طبعا فرجاني ساسي كان مؤثر، وان كان طارق حامد ومحمود عبد العزيز ادوا بشكل مقبول جدا النهارده، اعتقد اطراف ملعب نادي الزمالك ما ادتش المردود في عمليه الاستكمال بالنسبه لحازم امام او بالنسبه لعبد الله جمعه، ما كانتش على المستوى المطلوب. يحسب لنادي الزمالك ان هم رغبه الفوز موجوده عندهم وبيعرفوا يكسبوا. انتاج مباراه ما فيش اجمل من كده. واعتقد اداء مقبول جدا من كابتن مختار، لولا عدم التوفيق كانت النتيجه تبقى مغايره تماما. جنش يتالق وعامر لا يختبر والزمالك يفوز، قول لي المعادله بسرعه. صح، جنش مان اوف ذا ماتش، خلص الماتش في 31 يا كابتن شوبير. جنش خلص الماتش من دقيقه 31 من تصدي لضربه جزاء احمد شادي القناوي، زي ما حضرتك قلت اربع فرص مؤكده، ما يبقى معاك جون كويس وموفق. على طول على طول بتبقى انت 70% من قوتك. الزمالك يستحق النهارده، قبل الماتش قلت حضرتك تنفيذ تعليمات كابتن مختار. شايف ان لا الزمالك يستحق الفوز. الزمالك المرشح الاول للفوز بلقب الدوري يا كابتن ابو العلاء. انا بدايه الموسم يا كابتن قلت ان هو فرصه ذهبيه سهله للزمالك، مكتمل الصفوف، معاه مدير فني راسي، محافظ على لعيبته، فده شيء جيد جدا جدا. بشكل عام الزمالك النهارده يستحق، اولا في اعصاب هاديه، في روح عاليه، عرف يستغل الاخطاء اللي موجوده في تشكيل الانتاج الحربي او في خلفيه الانتاج الحربي. بشكل عام الزمالك يستحق اللقاء. بشكرك كابتن ابو العلا، بشكرك كابتن ايمن، بشكرك كابتن فضل، بس انا هكلم معاك ان شاء الله بعد الاستوديو بعد قليل. الزميل العزيز ابراهيم الجواد، كابتن محمد عمر، كابتن عادل مصطفى، مبروك للزمالك هارد لاك الانتاج، مشاهده ممتعه. 3-0 الاهلي ليه ما خدش اللقب التاسع امبارح؟ اسباب كتير جدا هنمسكها واحده واحده كده مع بعض. اولا طبعا في حاله حزن رهيبه في الشارع المصري الرياضي بعد خساره النادي الاهلي امبارح 3-0. ما كانش حد يتوقع ان الاهلي يخسر 3-0، يعني قلنا لو اسوأ الظروف الاهلي يخسر 1 يخسر 2-1 ويعافر ويلعب ضربات ترجيح مع الرجاء مع الترجي، لكن 3-0 دي ما جاتش في دماغ حد خالص خالص. طب ايه اللي حصل؟ في حصلت احداث قبل المباراه واحداث اثناء المباراه واحداث بيمر بيها النادي الاهلي، بس النادي المسؤولين في النادي الاهلي مش حاسين. طيب نمسك حاجه حاجه، ايه اللي حصل قبل المباراه؟ قبل المباراه ويمكن بعد نهايه المباراه الاولى، الاتحاد التونسي لكره القدم ونادي الترجي ضغطوا جامد جدا على الاتحاد الافريقي في قصه الحكام. يعني الاتحاد التونسي والاتحاد ونادي الترجي، اداره الترجي ضغطوا جامد جدا على الاتحاد الافريقي، وطبعا وروا الاتحاد الافريقي اللقطه بتاعت وليد ازارو وقطع التيشيرت وضربتين الجزاء ومش عارف ايه، فحصل ضغط، فالاتحاد الافريقي يعني ايه اهتز شويه
وبالتالي شفنا العقوبات اللي على وليد أزار وشفنا الشحن الجماهيري شوية في الترجي مبارح. الجماهير كانت يعني متوترة وبالنسبة لهم كان هناك في تونس برضو ان الاهلي كل مرة بروح يكسبهم في رادس وياخد البطولة, يكسب الصفاقسي وياخد البطولة, يكسب النجم الساحلي وياخد البطولة, خرج الترجي السنة اللي فاتت. يعني كان بالنسبة لهم بقى ان ايه, بالنسبة لهم يعني في تونس ان بقى مش كل شوية الاهلي بقى هيجي. فحصل شحن جماهيري وشحن جامد جدا للعيبة, وحصل ضغط من الاتحاد التونسي ونادي الترجي على الاتحاد الافريقي. وشوفنا العقوبات اللي على النادي الاهلي, واول مرة اشوف ان الاتحاد الافريقي يطلع تصريح ويقول على مدرب متواطئ, كان يعني قال على باتريس كارتيرون. فادانا احساس في مصر هنا ان ايه, في حاجة هتحصل, القصة مش هتعدي كده, لا ده الموضوع جامد. اللي الترجي البطولة مش هتخرج بقى بالتحكيم من غير تحكيم الاتحاد الافريقي, ده اللي حصل. رغم ان امبارح الحكم كان كويس قوي, بملاك تسيما الحكم الاثيوبي كان موجود, رئيس الاتحاد الدولي جيان انفانتينو في المباراة كان موجود, رئيس الاتحاد الافريقي. فما فيش حاجة خرجت عن الاطار المألوف غير القصة بتاعت الاتوبيس وهشام محمد اتخد طوبة وتعور والكلام ده. طيب ده في الاطار ان هم كمان كانوا مركزين جدا, ولعبت الترجي كان عندها روح عالي جدا, روح عالية جدا. ولعبت الاهلي برضو عشان نبقى محقين, يعني غيابات مؤثرة جدا في النادي الاهلي, غيابات مؤثرة جدا, فرقة غايبة عن النادي الاهلي. يعني هنشوف احمد فتحي ده راجل يعني خبرات كبيرة جدا, وراجل جوكر وراجل قلب يعني مفيش زي, وخبرة ملهاش حل في كل الماتشات, وخصوصا في الماتشات دي سواء لعب مع المنتخب مع الاهلي مع فتحي احمد فتحي غايب. وليد ازارو انا بقول ان هو اقوى مهاجم في مصر وفي النادي الاهلي على مستوى اللعيبه المحترفين. يعني لما وليد ازارو بيغيب لا الاهلي بيتأثر. علي معلول جبهه هجوميه قويه جدا من ناحيه الشمال, ايمن اشرف طبعا لعيب مميز ولعيب قوي وكل حاجه, بس ما عندوش القدرات الهجوميه بتاعت علي معلول. عدوا معايا كده انا بتكلم في ايه, بتكلم في وليد ازارو قوه هجوميه غير طبيعيه ومحطه وخبره, ورغم انه صغير في السن لكن قوي وسريع وبيعرف يجيب جول وبيعرف يتحرك وبيضغط ورخم في الملعب بلغه الكوره 100 حاجه. تاني حاجه عندك احمد فتحي وده عنصر مهم جدا. بص اسماء انا بقول بتكلم في مين بقى, علي معلول الاجانب بتوع النادي الاهلي, و يعني هشام محمد يبقى احتياطي موجود مع حسام عاشور برده ما كانش الاهلي. انا لو تفتكروا قبل الماتش جيت قلت لكم ايه, الاهلي ما عندوش دكه جامده, الاهلي لو احتاج دكته مش هيلاقي اللعيبه اللي موجوده على الدكه. ليه؟ مش عشان اللعيبه اللي على الدكه وحشه, ولكن عشان اللعيبه اللي على الدكه ما بتلعبش في الدوري, ما بتاخدش ماتشات كبيره, في ناس بقى لها مصابه ورجعت بقى لها فتره كبيره ما بتلعبش, فمهما هتلعبه مش هتاخد منه حاجه. ان اللي على الدكه مستواه اقل حاليا من اللي بيلعب في الملعب. فالاهلي امبارح من وجهه نظري كان بيلعب من غير دكه, بيلعب من غير عناصر اساسيه مهمه جدا, احمد فتحي وازار وعلي معلول اللي انا رغم انه متعور بقاله فتره لكن قوه هجوميه كبيره جدا النادي الاهلي من ناحيه الشمال. الحاجه بقى اللي انا مستغرب لها جدا, ازاي يا جماعه يبقى عندي مؤمن زكريا وانا عندي الغيابات دي كلها وما استخدمش مؤمن زكريا؟ يعني حتى لو مؤمن زكريا عنده مشكله في التجديد وعنده مشكله في العقد, بس انا كنادي اهلي سمعه النادي الاهلي وبلعب نهائي افريقيا لازم يبقى عندي واحد بخبرات مؤمن على الدكه حتى لو مش هبدا بيه, بس مؤمن يعني ما تزعلوش مني في الاهلي, يعني ما اجرمش يا جماعه, في مفاوضات ليه فلوس قديمه مش عارف ايه, ما ايا كان مؤمن لاعب في النادي الاهلي وعقده ساري مع النادي الاهلي لسه عقده هيخلص في نهايه الموسم, طب ما انا استفيد بمؤمن, وخصوصا ان ده مش وقت عقاب. يعني انا دلوقتي مزنوق ما عنديش حد, لازم يبقى موجود مؤمن. استغربت جدا لما خرجوا مؤمن في الماتشين ذهاب وعوده بره السكور, ده يعني دي غيابات مؤثره انا بقول اثرت بشكل كبير جدا, وكلهم لعيبه عندهم خبرات ولعيبه بتلعب ولعيبه تكسب فرق, يعني لعيبه مؤثره. فطبعا الاهلي تاثر بشكل كبير جدا, واللعيبه دي لو موجوده في الملعب هتبقى الدكه اللي انا قلتهم اللي غايبين دول هتبقى الدكه بتاعت الاهلي اتقل من كده. وانا قلت قبل كده مش معنى انا بقول ان لعيبه الاهلي الدكه وحشه ان اللعيبه وحشين, لا اللعيبه دلوقتي مستواها وحش. ليه؟ عشان ما بيلعبوش, في ناس متعوره, يعني صبر رحيل ما بيلعبش خالص, لما تيجي تحتاجه في ماتش نهائي افريقيا مش هتلاقيه. صلاح محسن كان متعور وبقاله فتره ما بيلعبش, لما تيجي تحتاجه في ماتش ده مش هتلاقيه.
وما عندوش خبرات ما لعبش الماتشات الافريقيه دي قبل كده كتير. احمد حمودي برضو لعب شويه بس يعني غاب وتعور ورجع مش